توصل إلى ويسلي لوبيز. دقيقة 84، شوف لما عدى، شوف لما لعبها، شوف لما اصطدت حقيقة في على ما يبدو خايرو بالامينو، وكرة تستقر في الشباك الأهلاوية. هدف رابع للهلال في الدقيقة 84 من عمر هذا اللقاء الكبير، والأهلي الهلال يعود حقيقة لنتيجة الدور الأول في الموسم الماضي على هذا